أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين. نعم، إرشادات القرآن إما أن يكون أمرا أو نهيا أو خبرا إلى أمر معروف، إما معروف شرعا وإما معروف عرفا بين الناس، أو إرشاد إلى استخراج المنافع من أصول معروفة بحيث يعمل الإنسان فكرة حتى يصل إلى الفائدة. نعم.